خمسة إن شاء الله هتيجي تصور يوم يوم الثلاث بإذن الله. في إيفنت برضه هيكون موجود معانا تاكل من الساعة، إحنا موجودين من الساعة 6:30 لحد الساعة 12 قدام كافيه دبي في الإبراهيمية على البحر. تعالوا اسم حضرتك بقى؟ حسام وحسام. حسام وحسام؟ دعموا حسام يا جماعة وتعالوا اشتروا من عنده. واي حد يقول لك ريفيو اسكندراني ارجوكم يعني ظبطوه يعني تحت امرك طبعا اكيد فاهمين اكيد طبعا الله يخليك. في قدام بعد نفق الابراهيميه عشان ما حدش يتوه زيي قدام كافيه دبي. كافيه دبي اهو هم الشابين وهم محترمين جدا وزي ما انتم شايفين كده نظافه ودنيا حلوه ومن غير ما اعرف دول خريجه يعني خريجه. انت كبير خريج حقوق ليسانس حقوق وحضرتك كليه سياحه يعني الاثنين ميكس بقى اكل اكل يعني اكل ايه هو احنا حسام شيف اصلا هو انت شيف يا احمد شيف بس هو هو خريج حقوق بس شيف يعني وانا بحكم اصلا دراستي فانا برضو ليا في الاكل شويه يعني فيعني بس نص شيف مش شيف قوي يعني. طب تمام انت بقى ممكن تعرفنا المنيو بتاعك ايه؟ بص احنا عندنا هنا حلو وحادق حلو ايه الحلو يعني انا ايه الصنف اللي انا جايبه ده كريمه بتهيألي صح؟ هنا كريمه كريمه وده تونه تونه بايه بقى؟ تونه مايونيز فلفل بصل تونه بالمايونيز بالفلفل بالبصل وزيتون وزيتون فاهيتا ده ايه في احوار الفاهيتا ده بقى؟ الفاهيتا دي عباره عن لانشون وبيفي لانشون وايه؟ لانشون وبيفي. انت اللي عامل التركيبه دي؟ انا اللي عامل التركيبه. اسعار سندوتشاتك ايه بقى؟ اسعار سندوتشاتي اعلى حاجه 8 جنيه اعلى حاجه كام؟ 8 جنيه اللي هي بقى ايه بقى اعلى حاجه؟ لخبطيطه حادق او لخبطيطه حادق. ايه اللخبطيطه الحادق عباره عن ايه؟ اللخبطيطه الحادق دي عباره عن كيري بسطرمه وتركي معاها صوص جبنه صوص الجبنه دوت انا اللي بعمله انت اللي عامله يعني انت اصلا شيف دي حاجه بتاعتي وخريج ليسانس حقوق كمان اه طب وجالك جالكم منين يا جماعه فكره المشروع ده؟ بص هو اي شاب لازم يسعى ولازم يعني هي دي النقطه ربنا بص اي حد بيسعى لازم ربنا يكرمه. طب والدنيا ماشيه معاكم؟ يعني هو الحمد لله يعني بعد فتره الكورونا لازم نساعد بعضينا طبعا واي حاجه اللي هو ايه اي فكره بتجيلك لازم تنفذ على ارض الواقع يعني. انتوا جات لكم الفكره بس شو دي اللخبطيطه يا جماعه انا اكلت منها طبعا مش عاجبه. ايه رايك في الصوص برضه؟ انت بتعمل الصوص ده؟ ده اختراع. ده بكام ده بقى؟ ده ب 8 جنيه. قليل المنيو. هنا دي اغلى حاجه ب 8 جنيه اللي هو كل حاجه على بعضيها اللخبطيطه. في الميكسات ب7 وفي الحادق كله ب5 والحلو كله ب5. بصوا انا مش هقول لكم اعملوا خصومات انا هقول لكم تظبطوا اي حد يجي لكم الريفيو. لا لا ما تقلقش اهم حاجه الطعم بس والحاجه تعجبك وخلاص يعني. تعالى نتفرج هنعمل ازاي لو بتيجي الحلو. يلا بينا صور تعالى خش معايا يلا بينا. ده انت حاول يا جماعه بعد كده حلاوه اوريو حلاوه في ناس بتسميه ديناميت وفي ناس بتسميه انتوا مسمينه ايه ده المهم ده لو بطيطه حلوه بس مش كله بيحط نفس التوليفه دي يعني مش لازم طبق لازم طبق ليه؟ صدقني لازم او مناديل يعني او ما بنحبش الاتيكيت احنا يا لا لازم طبق ده الاوريو لا تاكل من عندهم ولا ايه؟ ايه رايك فيهم بس؟ لا بس ما شاء الله يعني لسه تاني؟ لسه يا جماعه بتهزروا ايه ده بس عسل ابيض تاني؟ ده ايه ده؟ ده صوص الشوكليت؟ ده انا اقول كل الكلام ده عشان كده قلت لك خلي الحادق الاول يا نهار ابيض لا بصراحه ده انت سندوتش السندوتش ده كام دي الاولاني؟ مع اني باكل يعني لا انا مش ده بكام ده بقى الحادق ده؟ حلو ده؟ 8 جنيه برضه؟ بس السندوتش عامل ازاي؟ حاطط اكتر من 4 5 6 صناف وصوص شوكولاته
طب تاخد تطلب ايه معلش من بطلب فاهيتا. بتحب الفاهيتا؟ بحبها من ايديهم. حلوين يعني الناس دي ولا ما شاء الله يعني تاكل من عندهم على طول؟ اكيد جنبيهم اهو هنا اهو الفرشه. دعموا الشباب يا جماعه يعني شرفنا يوم الثلاث برضو في برضو في الاعلاميه سماح الحبروك. مين الاعلاميه سماح الحبروك دي؟ قناه دي هتيجي تصور بحر او رش. شكرا، مع السلامه يا جماعه.